سعيد سيدي، صباح النور أخي رضا، ربي شكرا يحفظكم وبارك لعمتكم بخير. شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة. صح، رمضانك أكيد. أستاذ سيد علي، خلينا نبدأ. يعني هذه عادة صارت موجودة عند الجزائريين، مش عارف إذا كانت عند كل الدول العربية، باعتبار أنه لما طالعت حول الموضوع لقيت يعني معظم الدول العربية عندها نفس الإشكال، دائما تتحدث عن قضية الأداء الوظيفي أو الأداء المهني خلال الشهر رمضان. كثير من المؤسسات ربما تشتكي تراجع في الإنتاجية، هنالك من يرى بأن بالعكس خلال شهر رمضان الإنتاجية تزيد. شريطة تحقيق بعض الضوابط وبعض الشروط داخل المؤسسات، ما رأيك أنت في هذا الموضوع في حد ذاته؟ الله يعطيك العافية أخي رضا. الله يخليك. بخصوص الريبورتاج اللي شفناه اللي تفضلتوا فيه، الله يعطيكم العافية، أنه فيه خلينا نقول قسمين. فيه الموظفين اللي خلينا نقول إحنا يا راهم ناشطين ويخدموا حتى بعد الدوام الرسمي، وفيه الموظفين مقصرين. هذا غالبا يعني راجع فيه محورين، محور اللي هي الجهة المنظمة لهذا العمل، والجهة الثانية اللي هي خاصة بالموظف نفسه. فلو نحكي مثلا على من ناحيه في الدول العربيه هنايا، يعني انا ماني حاب اربطها بدوله او ثقافه، وهي مربوطه بالانسان. فالانسان كما نقول حنايا كي ترخيل وما تكونش كاينه حوكمه، فهو ايش يدير؟ يميل لنفسه، اللي هي مثل ما معروف اماره بالسوء فتملي الكسل وهذه الامور كلها. فالموظفين اللي تكون عندهم حيويه دائما يكون عندهم تحفيز، هذا التحفيز اما يكون ذاتي او من الشركه او من المنظمه اللي هو ينتمي اليها. فاما المنظمه اوريدي، يعني خلينا نقول احنا اعطت لك 6 سوايع، 6 سوايع تقدر ترجع 8، وكما نقولوا تخرج على 2 ولا على 3 ولا كما قالوا. ولكن هذا تحفيز من طرفهم كمنظمه بدون اداره. فالاداره لازم تحفز من ناحيه انه اللي احنا نسميها الحوكمه. الحوكمه هي انك تقعد تتابع في الموضوع، بخصوص لانه كاين مراجعين لما يجوا عند الدوله. الريبورتاج اللي كان موجود هو اكثر شيء خاص بالدوله، ففي مراجعين وحتى الشركات الخاصه. ففي تحفيز من قبل المنظمه، وفي تحفيز اللي نابع من الموظف نفسه، بحيث يكون حاط نفسه برنامج. هذاك البرنامج يخليه يعني كما نقول احنا كاين فرص في الدنيا هذه. فرمضان هي فرصه كما نقول احنا للتغيير النفسي الذاتي الشخصي أولا، واللي راح ينعكس على أنه توفير خدمة خصوصا للعملاء في المنظمات الحكومية، أنه يساعدوا الناس. لأنه في ناس يقول لك والله رمضان والقاد ونصوموا ونصلوا، هذا عبادات. حتى لو نجي من ناحية دينية، هذا عبادات قاصرة من ناحية أنه الصيام والصلاة، بس في عبادات متعدية اللي هي خدمة الناس، مساعدة الناس. هذه تخليك حافز إلك أنك تروح توصل في الوقت المناسب في الوظيفة تاعك، تؤديها بأفضل ما يمكن. لأنه هي الاثنين، هي خلينا نقول خدمة الناس، وهي حتاخذ عليها أجر عند ربي عز وجل. نعم، خلينا نقول يعني لماذا تحولت إلى عادة أستاذ سيد علي؟ يعني تحولت إلى عادة هذه الظاهرة، ظاهرة عدم التقيد بالوقت والخروج المبكر من الدوام، أضف إلى ذلك ربما عدم إتمام أو إنجاز الأعمال بوتيرة التي كانت قبل شهر رمضان. برأيك يعني الأمر أصبح عادة عند الكثيرين؟ هي يا اخي رضا، مع رمضان يعني بالطبع راح يتغير الحال، لانه انت في الاول كنت عايش على نظام روتيني حياتي معين، وبعدين جاء رمضان يتغير. فاول يوم يومين مسامح، كما نقول مسامح. علاش؟ لانه راك تتاقلم مع الوضع. ولكن بعدها يعني مشكل حوكمه. يعني في الاخير انت الموظف اذا ما كان عنده التزام ذاتي، وما كانش في حوكمه، ما كانش في اداره منظمه لهذا الموضوع، خلاص راح يروح الا من رحم الله، اللي يكون مثل ما قلنا عنده التزام ذاتي. فهذه العاده تمشي حتى اما في الخليج، ولا حتى في خلينا نقول احنا في الدول الغربيه. موظفين غالبا لما ما يكونش حوكمه وما يكونش فيه نظام وما يكونش فيه تحفيز وانضباط، فراح يميل نفسه عادي، ويطلع ويبرر لنفسه. في الاخير لو تسقسيه يلقى لك 1000 سبب يبرر نفسه. ولكن هذه العادات لازم داخله فيها خلينا نقول 20 30% من المنظمه، انها تكون عندها حوكمه وانضباط وعندها بروسيجرز تشتغل عليها.
وفي 70% انا شايفها من ناحيه الموظف نفسه، من ناحيه انه تقديم خدمه، تقديم قيمه لنفسه اولا وللمجتمع اللي هو في الاخير يعني هو جزء منه. لو هذا الموظف على 8 ما كانش في مكانه وراح المنظمه ثانيه، تلقاه يقول نفس الشيء الموظف اللي مش موجودين، وهو لو يشوف نفسه يلقى هو واحد من الناس المقصرين في هذه الوظيفه. فهو ضمير لازم خلينا نقول احنا يا يحييه الانسان في نفسه، كما قلت اما من الناحيه الدينيه او حتى من الناحيه العمليه اللي تخليك تشوف نتائج عملك في وجه المراجعين اللي جوا عندك. نعم، بس خليني يعني بعض الإدارات أو بعض المؤسسات لتفادي هذا المشكل وتفادي هذه العوائق، يعني تراجع الإنتاجية، الدخول في روتين يعني خلينا نقول ميت إن صح التعبير، تعمل على إعطاء تحفيزات، وأنت ذكرت قبل قليل كلمة التحفيزات، التحفيز الفريق العامل، تحسين الأداء طبعا خلال شهر رمضان. هنالك بعض الخطوات تقوم بها الإدارات، منها تحفيزات سواء كانت مادية، تحفيزات حتى في توقيت العمل، مثلا تقليل ساعات العمل، أضف إلى ذلك بعض العلاوات تكون يعني خلال شهر رمضان اللي تخلي أيضا أنه العامل يقوم بالاجتهاد يعني أكثر وأكثر، بالرغم أنه صايم وبالرغم أنه شهر يعني خلينا نقوله يتعب فيه الإنسان شوية. صحيح، الله يعطيك العافية. يعني واحنا حتى احنا صايمين وتشوفوا ونوض الصبح، نعم فهذا أفعل. ولكن يعني النقطة المهمة انه مثل ما تفضلت، المنظمة قدمت خلينا نقول 70% 80% عليها، تبقى على الموظف على انه تكون عنده الجدول اليومية تاعه، يكون مخطط، عنده أهداف. إما في العمل عندك 6 ساعات تروح، خلينا نقول عندك تنظيم العمل قبل ما تبدا، لانه يعني اذا نظمته قبل ما تبدا فانت بعد كي تبدا الخدمه تولي برك ما نقولوا حنايا تطبق، تو اكزكيوت، تطبق بس العمل، ما تقعد تفكر وتروح تجيب منها وتضيع وقت الناس ووقتك. كاين مرات يكونوا حتى في العمل مثلا اوقات فارغه اللي يخليك مثلا اما تستفادها لنفسك او حتى تساعد الاخرين في الوظيفه، او تساعد تروح تساعد في اقسام ثانيه اذا سمح لك الامر انه الناس هذو تعاونهم. كاين من العادات اللي تاثر على الانتاجيه والتحفيز اللي هي عدم الاعتدال، خلينا نقول في الاكل والشرب والنوم، لانه في الاخير الواحد لما يسهر بزاف فيجي الصباح اما ما يقدرش ينوض او ينوض كسلان بحيث انه لا قادر يخدم نفسه ولا يخدم الاخرين. فتنظيم المهام والأولويات مهم جدا، لأنه في الأخير أنت لما يكون عندك أولويات واضحة ومهام واضحة فأي شيء دخيل عليهم يعني تقدر تديره بما عندك من إمكانيات. والابتعاد على خلينا نقول احنا مثل اللي نسميه احنا الملهيات، التليفون، ولا خصوصا في الدوام أنت عندك مهمة تقدمها، ما كانش عندك مراجعين ولا الناس اللي يجوا عندك، تقدر كما نقولوا تستفاد تقرأ قرآن ولا حاجة أو تليفون تراسل. ولكن في أوقات العمل مثل اللي مشاهدك في كل الإدارات غالبا المراجع قدامه هو يلعب تليفون، إما يلعب حتى ولو حاجة أولوية بصح، ولكن الأولوية هذه هي يعني إدارة الأولويات مهم جدا، أنه في عندك مراجع أنت مسؤول عليه، فأولوية هذا الشخص. لما تخلص الشغل بتاعك الله يسهل عليك تقدر تدير واش تحب. استفادة كاين نقطة من النقاط أنه الإنسان يستفاد من التكنولوجيا اللي موجودة حاليا، إما بالتليفون صحيح أو اللابتوب، بحيث أنه يقدر ينظم نفسه، يشوف يعني كيفاش نقولوا، يعني كاين تنظيم العمل والتنظيم الشخصي، فيقدر بليزابليكاسيون هذو اللي سامبل يقدر يحط ويشوف الأولوية تاعو، كم المهمة يقدر يباريها، بحيث يشوف لأنه الإنتاجية هي شحال، خلينا نقول احنا كم حققت في اليوم من نقاط او اوبجكتيفز يعني او مهام. نعم فانت لما يكون عندك مثلا تولز، خلينا نقول التولز اللي هم الوسائل اللي يساعدوك للانتاجيه، فكل هذا يخليك على انه انا شايف يعني الموظف الناجح اللي يكون التحفيز تاعه هو الانتاجيه تاعه. فانت نعم كل ما تقدم يجيك موظف مثلا او مراجع او اي واحد تساعده وتحل مشاكله ويكون هذا محفز لك، هذا افضل خلينا نقول احنا يتصرف يقدر يكتسبه الانسان في العمل اليومي. نعم أستاذ يوسف، يعني من الناحية العملية يعني هل ترى بأن تخفيض ساعات العمل مثلا يزيد من الإنتاجية خلال شهر رمضان؟ يعني هل فعلا تخفيض ساعات العمل يعني إجراء كإجراء يعطي نتيجة أكثر؟
والله شوف، هي اخي هي طريقه فكر، حتى ولا تطيله ساعتين ما يخدمش، كي اللي تطيله ساعتين ما يخدمش، حتى ولا تعطيله يوم كامل يروح يرقد. فهي صحيح. هي قضيه فكر، قضيه فكر، وانه الانسان يكون عنده التزام، الالتزام الذاتي هذاك اللي يخلي الانسان يعني مثل ما قلنا يعني في رمضان او موسم من المواسم يخلي لك فرصه انك تغير من نفسك. هي الاداره ما تقدرش تغير، الاداره تغير لك قانون، تغير لك الوقت، تغير، بس ما تقدرش تغير لك نفسك، تقول لك والله انا لازم تنتج. فهذه نفسك على جال هذاك الشيء رمضان الله عز وجل جعله يعني هو التزام ذاتي اكثر منه اي شيء ثاني، لانه في الاخير انت اذا ما كان عندك التزام ذاتي ما راح تلتزم باي شيء، تولي تهرب. يجي يقول لك مثلا المدير تاعك يقول لك خدم هذه الخدمه، تخدمها كما نقول احنا المينيموم سيرفيس، اقل جوده ممكنه، وتعطيها وخلاص تكمل منها وتروح، لانه علاش؟ ما عندكش الهام او خلينا نقول احنا التحفيز في هذه الوظيفه، جزء منها كمان من الحوكمه، لانه في العمل مثلا ما كانش اوبجيكتيفز يعني خلينا اهداف واضحه ملموسة ذكية حتى تخلي الإدارة تقيس أداء هذا الموظف، في الأخير راح تحاسب أنت، في الأخير احنا كنا موظفين ونتحاسب. يعني احيانا الالهام يكون موجود ولكن التحفيز مش موجود استاذ سدالي. يعني مرات في بعض المؤسسات وين تلقى الالهام موجود ولكن التحفيز مش موجود، وبالتالي تخلي العامل يلا يدخل في سبات. جميل جدا. انا من يعني اتتبعك خلال هذه الايام وانت حامل لواء وشعار انه في رمضان اكيد هو شهر للتغيير والتنظيم في نفس الوقت. ما المقصود بالتغيير والتنظيم يعني في نفس الوقت؟ كيف يسعى الفرد أو الشخص إلى أنه يستغل هذا الشهر الفضيل للتغيير وأيضا لإعادة ربما تنظيم بيته من جديد؟ يعني الشعار هو التغيير، التغيير لانه الانسان اذا كان عنده برنامج وماشي عليه، فهو يعني يكون تغيير بسيط انه يأقلمه مع شهر رمضان. ولكن الانسان اذا شايف عنده عادات سيئه او عادات هو مش راضي عليها، خلينا نقول هو مش راضي عليها، فرمضان هو موسم من المواسم اللي الانسان يحط فيه نقطه الصفر ويبدا من جديد. فمن ناحيه التغيير هو التغيير الافضل، والتنظيم هو افضل شيء يقدر يديره الانسان، لانه انت يعني اهم شيء في الانجاز والتطوير تبع كل الناس او العلماء هو قضيه تنظيميه، مش قضيه يعني النجاح مش ذكاء. النجاح يبدا في الاول انه الانسان يكون هارد ورك، يعني يخدم يركز التزام وعنده امور منظمه، منها تنظيم الاولويات مثلا. فاحنا مرات كي تضرب عندنا الاولويات، فمثلا تكون عندك شيء مهم وعاجل، يعيط لك واحد صاحبك من التشتت تخلي خدمتك وتخرج، وهذا وش يصير كمان حتى في المنظمات الحكوميه. يكون عندك اهداف واضحه مثل ما قلنا ذكيه، ذكيه اللي بالانجليزيه تسمى سمارت، اللي هي تكون موجوده بوقت محدد، ويكون الهدف هذا واقعي تقدر يعني ممكن تحقيقه، مش حلم او شيء صعيب عليك، لانه انت شخصيا تعرف نفسك وتعرف وش تقدر تدير وش ما تقدرش تدير، ويكون قابل للقياس كما قلنا في الاخير، انت لما تكمله تشوف اسكو نجحت فيه ولا ما نجحتش، ويكون محدد يعني فيري سبيسيفيك في الاخير، لانه اذا ما كان محدد فتكون الدنيا كما نقولوا عايمه، فما تقدرش تعرف هل حققت هذا الهدف ولا ما حققتوش. فتحقيق الاهداف هو اللي في الاخير راح يخلي لك جزء كبير في حياتك انك تتقدم، ويكون عندك حافز، لانه الناس اللي فاقدين الحافز اللي غالبا ما هو شايف خلينا نقول مخرجات منه، اصلا مش شايف عنده قيمه في نفسه، مش شايف له قيمه حتى في هذيك الاداره، يقول لك انا واش ندير؟ واش نقدر نبدل؟ ما نقدر نبدل والو، انا في صحيح. جزء من منظمه يعني راقده خليني ننقد. وهذا مشكل كبير، هي فيها جزء من الصحه، ولكن انت في الاخير مسؤول كشخص، انت جزء من المنظمه، ولكن انت بنفسك ككيان يجب ان تكون عندك الخطه تاعك، الخطه العمليه تاعك، حتى ولو الناس ما عندهمش، تكون عندك خطه تنظم نفسك، وفي الأخير أنت مسؤول ومحاسب على النتائج. في ربما خطأ شائع أستاذ سدالي، يعني في خطأ شائع عند الكثيرين هو إرجاء مشاريعهم، إرجاء أيضا بعض الأعمال، يعني لحين يقول لك خلي نشرب مويه وبعدين نرجع نفضي هذه الأمور. يعني أي مشروع يقول لك خلي بعد رمضان نكمله، أي عمل يقول لك خلي بعد رمضان نمشي فيه، يعني وحتى بعد ما نرتاح وإلى غير ذلك. تأجيل هذه المشاريع وإرجاءها إلى ما بعد رمضان، هذه العادة وربما هذا الخطأ أيضا موجود وارد في حياتنا.
صحيح، هو كلها تبريرات للأسف. يعني مرات نحب الفكرة تاع العسكر، اللي هذه الأمور اللي وصلنا فيها، كل اللي حكينا فيه مش موجودة في العسكر. ليش؟ نعم. واضح، لأنه الالتزام والانضباط يخليها سوري الالتزام والانضباط يخلي هذه الامور النفسيه، لانه الانسان اذا كان يستنى انه وقتاش المورال تاعو يتسقم، وقتاش كما نقولوا الدنيا تتسقم له باش يخدم، صحيح. هذا انسان اللي يتعامل بالمشاعر، وهذا غالبا ما ينجحوش، يعني يكونوا بس مستهلكين. اما الناس اللي يتغلب على باله باللي عنده وجع او عنده او كسلان او نعسان، الحاجه اللي لازم تندار لازم تندار. احنا في هذه الدنيا ماناش، يعني الانسان اللي حب ينجح في حياته يدير واش لازم يندار، ماشي واش حاب يدير. لان واش حاب يدير هذه انت راك حابها، كيما نقولوا تروح للمارشي تشري واش راك حاب، ما تخلاش، يكونوا عندك ملايير يخلصوا، ولكن تشري واش لازم تشري، ثمك وين تقدر تدير حياتك بصفه جميله. نرجع الموضوع على انه كل شيء بعد رمضان، هذا كلها تبريرات. اللي كاين الناس في رمضان تلقاه الانتاجيه تاعو تكبر، علاش؟ يكون عنده برنامج واضح، عنده في اليوم من اللي نوض الصباح حتى الصباح اللي بعده برنامج واضح، وحتى اذا ما حققش 100% منه، 80% تعتبر خلينا نقولوا يعني اكس ممتاز. فالانسان يحفز نفسه بالانتاجيه اللي تخليه انه عنده مهمه كملها، يماركيها انها كملت، يروح المهمه الثانيه وهي رايحه، ويخلي الانتاجيه تاعو، الانتاجيه عدد الانتاجيه اليوميه، لانه اليوم هو الوحده اللي نقيس بها الزمن تاعنا والتحفيز، نعم. تخليك هي اللي تروح لليوم الثاني بطاقه ثانيه، انا انجزت امبارح فتروح الجزء الثاني. اما المشاريع اللي يقول لك والله روحوا للشهر هذه، اذا كانت بلانت مخطط لها، انها والله احنا مثلا في اداره المشاريع مرات يكون المشروع موجود، وكي نكونوا حاطين مثلا ندرس الخطه، فيجي رمضان في الوسط، ناخذ بعين الاعتبار انه الانتاجيه تنقص، وهذا مشي عذر، ولكن نعطوا مثلا لانفسنا والعاملين اللي معانا، نعطوهم فرصة أنه يلهوا بأنفسهم، مش يرقد، يلهى بنفسه، بحيث أنه تكون عنده برنامج ديني، لأنه هو شهر في الأخير ديني، أنه صحيح. يحفزه أنه يعيش حياته. مثلا علاش في رمضان تكثر العبادة؟ لأنه الله عز وجل حفز الناس بالخير. في رمضان مش معناته أنه الأعمال القاصرة كما مثل ما قلت اوكي فيه تحفيز، ولكن في اعمال دنيويه ثانيه تفيدك عند رب العالمين، واللي هي اعمال متعديه، انك تساعد الناس. فانت في الوظيفه بتاعك تقدر تساعد الناس، تاخذ اجر اكثر من الصيام والقيام. كاين احاديث ورجال الدين يفتوا في هذا الموضوع. فهذا يخلي الانسان دائما على انه يكون عنده رؤيه واضحه لنفسه اولا، وفي الوظيفه اللي هو موجود فيها، ويكون عنده كذلك برنامج تطويري لنفسه. انت الموظف اللي تلقاه قاعد وما عنده واش يدير وقاعد، هذا الموظف اصلا يعني في لو نجيو نقيسوه هو موظف اقل من العادي، لانه الموظف العادي يكون عنده، انت اليوم راك خدام في وظيفه معينه، صحيح. مش معناتها راح تموت فيها، معناتها انك لازم تحفز نفسك باش تطلع من المستوى تاعك الوظيفي، اما وظيفي او في تجاره ولا وات ايفر، المهم يكون عندك شيء مثل ما نقول وات نكست، وش راح يجي من بعد. لانه اذا ما عندك وش راح يجي من بعد، فانت تعتبر موظف حتى في الحياه تعتبر ميت، لانه ما تتعلمش حاجه جديده، ما تقراش حاجه جديده، ما تخدمش حاجه جديده، فانت راك تعتبر ميت، برك يوصل اخر الشهر تاخذ المرتب بتاعك وتعيش، واغلب الناس المستهلكين بهذه القوة. ولكن الناس اللي تحب تنجح في حياتها لازم يكون عندك برنامج، لازم كما نقول احنا تزير على روحك، تضغط على روحك، تلتزم، تغلط، تتعلم، تمشي، وبعدين تطيح وتنوض والدنيا تمشي. نعم، ربما نصائح يقدمها الأستاذ سيدي علي لكل المشاهدين خلال شهر رمضان، وتتحدثنا أكيد عن التنظيم، وتحدثنا أيضا عن التغيير، وتحدثنا أيضا عن السبب في هذا الظاهرة، ظاهرة التراجع ربما والتذبذب في الأداء الوظيفي خلال شهر رمضان. يعني ما هي أبرز النصائح اللي تقدمها ربما للعامل، للموظف، لرؤساء المؤسسات إلى غير ذلك؟ والله من الناحية الإدارية، أنه فيه مسؤولين وفيه موظفين. نعم. فالنصيحة يعني للمسؤولين أكثر من الموظف، لأن الموظف إذا خليته مثل ما قلنا يميل لنفسه ويرى، فعندك أنت مسؤولية إدارية
من ناحية الحوكمة، الحوكمة مش معناتها الحكومة، الحوكمة هي أنك تحوكم أي شخص تحت إدارتك. فالإدارة لازم كما نقولوا احنا ما نطالبوش الموظفين اللي هم في الفرونت ديسك، يعني اللي نقابلوهم بأمور وفي الأخير الإدارات كلهم نايمين. فالمديرين والإدارة بشكل عام يجب أن يكون فيه انضباط وعمل عادي. نقصوا لك الوقت 6 ساعات يكفي، 6 ساعات مش قادر تخدم قال ما مش قادر نخدم نروح، اما ما تضيعش كما نقولوا حقك وحق الناس. اما من ناحيه على المستوى الشخصي هو انه يكون عندك خطه، هذه الخطه مش لازم تكتبها بيدك، المهم تكون عندك، تكون مكتوبه اوف كورس، لانه كل شيء مكتوب مرئي يخليك الحافز ويخليك تقدر تقيسه، اما في التليفون او في ورقه. انا شخصيا مرات نستخدم ورقه، حتى في التليفون مرات ما تفيدنيش، نستخدم ورقه نكتب وش عليا ونبارك نبارك، نوصل اخر النهار نشوف الدنيا قام باريه نفرح. علاش؟ لانه في الاخير انا كملت واش عليا اليوم، حتى اذا درت اي حاجه واحده اخرى انا راني كما نقولوا في الزياده. صحيح. فالتخطيط مهم جدا، انه الانسان في رمضان ولا غير رمضان، ولكن في رمضان بحيث انه تزيد الانتاجيه، عندك تخطيط للعمل وتخطيط من ناحيه بعد العمل اللي هي الامور قراءه قران ولا القيام ولا تروح زياره صله الرحم. فهذه الامور كلها انه شيء تكتبه تشوفه وحتى تعلقه عندك، يعني من التابعين كانوا يقولوا البلان تاعه يحطه في جيبه هنا، تمام، راه هو يمشي يشوف دائما يتفكر. فحتى اذا شفت روحك انك درت 30% تلوم روحك في التقصير اللي راك تدير فيه، ويكون عندك خلينا نقول حنايا تضارب داخلي اللي يخليك هو الحافز على انه مش راضي على نفسك، ودائما تقعد تغلط وتحسن وتمشي لقدام حتى توصل لرضا المستوى اللي هو اقل شيء 8% من اللي انت حطهم كمحفزات او كاهداف، اللي تخليك بعد مده زمنيه معينه في المكان اللي انت حابه. جميل جدا، جميل جدا، كلامك جميل جدا استاذ سيدالي. لكن ربما خارج عن حديثنا وخارج عن هذا اللقاء اللي يجمعنا، اكيد يعني ايش هو الاختلاف يعني بين رمضان في الجزائر ورمضان خارج الجزائر؟ يعني كيف يقضي الاستاذ سيدالي رمضان خارج الجزائر؟ يعني وكيف يقدر يوفق بين يمكن البراك الجزائري وبين السمبوسه وبين هذه الامور الموجوده؟ يعني كيف تقضي أيامك، أيام شهر رمضان خارج الجزائر؟ والله شوف، أنا من العام اللي خرجت من الجزائر، نعم، في رمضان دائما يعني الحمد لله يعني متزوج جزائرية، فالأمور هذه موجودة في البيت. ولكن من ناحية في الخليج بصفة خاصة النهار قصير فيساعد الإنسان، ما أنا دائما أقول لهم الناس اللي في الجزائر هم أول الناس اللي تدخل الجنة، علاش؟ نهار طويل وشويه صعيب وكذا. نعم. احنا يعني اصلا نهار قصير، يعني خلينا نقول احنا يوم من 5 من 4 ونص حتى الخمسه 6 4، يعني غير الوقت اللي يجيك الجوع ياذنك متهلين فيك. بس من ناحيه الخدمه، لا نخدم الخدمه عندنا 6 سوايع على ما اظن، حتى في الجزائر كيف تخدم في الجزائر كان 6 سوايع، 6 سوايع خدم عادي، يعني ما تحش نفسك في رمضان، لانه كاين 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 خطه عمل متبعه اما مني انا او من الفريق او من الاداره، ونقعد نتابع عادي يعني اوكي في التعامل، وكما نكون مقصرين في يعني رمضان. هل تحاول استاذ سيد علي، هل تحاول انك تحافظ على العادات والتقاليد الجزائريه والاجواء الرمضانيه الجزائريه داخل الأسرة من خلال تواصلك مع أصدقائك يعني الجزائريين الموجودين أيضا يعني خارج الوطن وحتى في الدولة اللي أنت الحين عايش فيها؟ هي في الدار جزائري، نعم، تخرج برا في العمل هذاك محيط عمل، ولكن كاين الإخوة هنا مثلا، الإخوان تلاقاو مرات حتى بالعوائل مثلا، وتكون أمور جزائرية عادي، إلا إذا تلاقينا مرات كما نقولوا احنا مع أسر مش جزائرية، ولكن نحاول أنه نسوق للعادات اللي احنا يعني الحمد لله يعني حضارة يعني في من كل النواحي، من ناحية اللبس، من ناحية حتى اللبس فيه اللبس التقليدي وهذه، وحتى من ناحية الأكل اللي يعتبر المطبخ الجزائري ضربوك راه متلاصق مليح. فالحمد لله يعني كنت تلاقاو مع الناس دائما، خصوصا هنا في الخليج غالبا يعني الناس تعرف المغاربه تعرف التوانسه، مي حنايا دائما مجهولين بالنسبه لهم. فعلى هذاك اللي ما يقدرش يعطيك اي قرار، خلينا نقول مش قرار ولكن فكر مسبق، فعلى جال هذاك الشيء اللي دائما يسقسيك يقول لك، فانت يا تعطي له واش كاين امثله، حتى مرات كاين جماعه نعرضوهم مثلا يجوا عندنا البيت يفطروا معانا، بحيث انه هي من ناحيه انه اصدقاء، وكذلك انه نوروا لهم
إما أكل أو ثقافة أو تعامل صحيح في البيت كجزائري، لأنه برا مثلا لو نروحوا كمطاعم ما كاش مطاعم جزائرية يعني فاتح واحد ولا اثنين للأسف، فلازم تكون كل شيء يعني هذا المشكل، يعني هذا المشكل يبي له تخطيط واستراتيجية وأيضا إدارة أعمال. لا لا هذا يجي هكذا، هذا يجي كما يقول لك أنا على البلد يجي هكذا هكذا مفتوحة، لأنه احنا في الأخير نتعامل في الخدمة، في خدمة خدمة، نعم ولكن حتى مع أنفسنا نعتبرها خدمة، ولكن مع الناس أو مع من صحيح نحن صحيح المواطنين أو الجماعة عادي نكونوا أصحاب وأحباب وعادي يعني، ونمشوا بالطبيعة اللي تربينا عليها. الله يعطيك العافية أستاذ سيد علي يوسفي، مستشار في تكنولوجيا الأعمال والإدارة والتخطيط الاستراتيجي، ومرة أخرى نقول لك رمضانك كريم وصحة